الحقيقه النجمين اللي مشرفينا النهارده كانوا يعني اكتر ناس بيزوروا القناه قبل التطوير، علشان كده كان لازم نسالهم السؤال ده. والحقيقه ان انا يعني النهارده كمان مهتم اعرف رايكم النهارده في النادي الاهلي على كل المستويات، في ثوره وفي النهارده يمكن قرارات مهمه جدا. كان في بيان للنادي الاهلي صادر بشان الثلاث شركات المساهمه المصريه الخاصه بالسياحه والخاصه واللي ليها علاقه بكره القدم واللي ليها علاقه يمكن بال المدينة الرياضية واستاد الأهلي. رأيك يا كابتن أحمد في البداية في هذه القرارات والتطوير أو عمليات التصحيح اللي بيقوم بيها النادي الأهلي في الفترة الحالية دي؟ يمكن دي السياسة أو النهج اللي ماشي عليه مجالس إدارات النادي الأهلي، مش المجلس ده بالأخص. كان قبله كابتن حسن حمدي وكان قبله كابتن صالح سليم. دايما النادي الأهلي بيمشي وبيحقق النجاحات وملوش دعوة بأي مشاكل وملوش دعوة بأي مهاترات بره. النادي الأهلي مركز في حاجة واحدة، دايما كانوا معودينا كده وانا في ناشئين النادي الاهلي، ولما حتى لما انتميت للنادي الاهلي في الجيل الذهبي مع مستر مانويل مجلس الاداره كان معودنا ان احنا على طول احنا بنلعب الاول. مستر مانويل والجهاز الفني احنا على طول بنلعب الاول، بنشتغل على الاول، وده النهج اللي بيمشي عليه اي مجلس اداره. اي مجلس اداره بيفكر في كيان النادي الاهلي وفي مصلحه النادي الاهلي وفي اسمه ورفع اسم النادي الاهلي على افريقيا وفي الوطن العربي، بيبقى هو دايما رقم واحد. احنا في اي مجال احنا بنخش احنا عايزين رقم واحد، احنا نحقق رقم واحد، التاني زي الاخير. فان يحصل التطوير دوت في الفتره الاخيره ده مش حاجه مش جديده او مش جديده على سياسه النادي الاهلي وعلى مبادئ النادي الاهلي. فدي حاجه اكيد هتضيف لمجلس اداره النادي الاهلي في تحقيق انجازات مع بطوله الدوري طبعا، ودايما النادي الاهلي معودنا على كده فعلا. كابتن عبد الله، لا يعني ده اللي احنا يعني زي ما كابتن احمد قال احنا متعودين على كده من وانا حتى انا عندي 9 سنين في النادي الاهلي، متعود ان انا على طول بشوف مفاجات من مجلس الاداره. على طول بيشتغل في صمت، يعني بيعمل في صمت، بيبقى قدامه هدف بيحدد الهدف اللي قدامه وبيوصل له. يعني بيشتغل في صمت، ما حدش يعرف حاجه بتاعه، فجاه بتلاقي النادي الاهلي، الاستاد النادي الاهلي، تطوير قناه النادي الاهلي. على طول بنلعب زي ما كابتن احمد قال، بنلعب على طول مركز اول. يعني احنا على طول بنخش هنكسب، عايزين نكسب، لازم نكسب، عايزين نعمل حاجه لازم نوصل لها. بس الظروف دي النهارده ظروف مختلفه، انت النهارده بتشتغل في اجواء مش صحيه على الاطلاق خالص، وظروف الحقيقه اللي في البعض البعض الكتير اللي بيحاول انه يشتتك او يخرجك عن تركيزك. فدي ظروف صعبه برضو النادي الاهلي بيشتغل فيها في التوقيت الحالي. ما هو ده مش ظروف ستيبل يعني. دي ميزه النادي الاهلي، احنا على طول بنشتغل في احسن الظروف، بنشتغل في ظروف مش كويسه بنشتغل. الناس اللي بتشتتك بره احنا على طول الكلام يعني جوه النادي الاهلي مالناش دعوه باللي بره، احنا لنا دعوه بشغلنا، لنا دعوه باللي احنا عايزين نعمله. اللي عايز يتكلم بيتكلم، اللي عايز يقول حاجه بيقولها، اللي عايز يشتت بيشتت، احنا مركزين في هدفنا، عندنا هدف عايزين نعمله، بنركزين فيه بنوصل له، بنبدا نشتغل، المجموعه كلها تشتغل، المنظومه كلها تشتغل، من اصغر عامل لغايه رئيس النادي كله بيشتغل في النادي. ده اللي اتعلمتوه وانتوا صغيرين كمان بالظبط. يعني كل الكلام اللي بتقولوه ده هتلاقي كل الناس بتتكلموا اللي هم عاشوا في النادي الاهلي، ان احنا دايما احنا متربيين على كده، ودي عاداتنا ودي تقاليدنا زي ما بنقول، دي مبادئ النادي الاهلي. فده شيء حتى ممكن الناس تقول لك خلاص بقى الكلام ده بقى اوفر بقى مبادئ وبتاع، خلي بالكم الكلام ده بيفضل موجود، الثوابت دي موجوده. ويمكن سام بتتكلم على الشوشره اللي بتحصل دايما حوالين النادي الاهلي، انتوا عشتوها وحاسينها كمان، حاسينها ان انتوا اتربيتوا في النادي الاهلي فعارفين دوت شيء طبيعي، وكمان بتشوفوها من خلال السوشيال ميديا والحاجات الكتيره اللي حصلت للنادي الاهلي. بس ان شاء الله احنا مستمرين، يعني النادي الاهلي مستمر في طريقه. وضع طبيعي يا كابتن هاني ان انت تبقى البطل دايما، ان انت تبقى رقم واحد. انا بالنسبه لي بشوف النادي الاهلي يعني في حته، ومع احترامي لكل انديه مصر في حته ثانيه. يعني النادي الاهلي سياسته وادارته ومبادئه واللي بيبقى ثابت عليها، يعني انا بشوف ان اي حد بيقعد على كرسي داخل النادي الاهلي هو على طول هو عارف هو بيعمل ايه، هو على طول بيطبق المبادئ. يمكن انا بشوف النادي الاهلي عامل زي القطر، اللي بيركب فيه بيفضل مكمل، اللي عايز ينزل منه ينزل هو. لكن النادي الاهلي انا بشوف ان هو ماشي بخطى ثابته، اداراته ماشيه بخطى ثابته. اللي بيميز النادي الاهلي كمان يا كابتن هاني ان مجلس اداره مجلس اداره، اللعيب لعيب، مدير الكره لعبت في انديه كثيره. يعني انتوا برضو يعني بتشوف في النادي الاهلي كتير يا كابتن، لعبت في 9 انديه برضو فلقيت يعني مع احترامنا كل الانديه طبعا، لكن الموضوع بيبقى مختلف، علاقاتك مع اللعيبه ومع الجهاز الفني ومع الاداري بيبقى علاقه مختلفه شويه، علاقتك مع مجلس الاداره مختلفه شويه. فده زي ما انت بتقول يا احمد ده اللي بيميز النادي الاهلي. بس